السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إخواتي في فيديو جديد. إن شاء الله نستكمل مع بعض أفكار شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله فكرة النهاردة هنستخدم مع بعض الكرتون وهنستخدم الستيكر. هنا أنا استخدمت الشكل الدائري من الستيكر وحاولت كده إن أنا أخد مقاس أصغر بطبق وحددت مقاس وشكل الهلال. بدأت كده إن أنا أحدد بالقلم الرصاص، وعلى ورقة رسمت شكل المئذنة وقبة المسجد ورسمتهم بالشكل ده، وبدأت كده ان انا احددهم بالقلم الرصاص برضو على الستيكر. الشكل هنا عندي طبعا هطبعه على الستيكر كويس، وبعدين هقصه وفرغه، وفي الاخر طبعا هطبعه على الكرتون. هنا انا استخدمت قطعتين من الكرتون لان كان عندي الكرتون خفيف. لو انت عندك نتيجة مثلا او كرتون عندك دعامته عالية ممكن انت تستخدميه، لو الطبقة بتاعت الكرتون عندك ضعيفة ممكن تغريه وتستخدمي طبقتين وتلزقيهم زي ما انا عملت كده واستخدمت الغير الابيض. بعد ما فرغت الكرتونة وقصتها اخدتها كده وحطيتها على ظهرها على استيكر باللون البيج، وبدأت كده ان انا احدد بالقلم الرصاص. بنات هنا لاستخدام القلم الرصاص افضل من القلم الجاف طبعا، بحيث ان انت لو غلطتي سهل ان انت تمسحي الرصاص من على الاستيكر بالمحاية عادي. هنا انا كنت بقص بمقاس حوالي يعني 1 أو 1.5 سنتي زيادة عن التحديد بتاع الهلال او الرسمة اللي موجودة عندي. باخد كده المقاس بالظبط او الشكل كده وبقصه بزيادة، وده الشكل النهائي عندي. ببدأ كده ان انا الزق الستيكر على الجهة دي من الكرتون، وهوريكم ازاي بنتني الاطراف بحيث ما يكونش فيه عندي زيادات في الستيكر ويكون الشكل النهائي عندي مظبوط. لو انت بتشوفي قناتي لاول مرة اتمنى ان انت تشتركي بالقناة وتفعلي زر الجرس على علامة الكل بدل من مخصصة علشان يجيلك اشعارات بكل الفيديوهات اللي انا بقدمها، واتمنى دايما كده ان انا اكون عند حسن ظنكم. ولو انت عايزة افكار كتير لشهر رمضان ادخلي على قائمة تشغيل افكار ديكورات شهر رمضان، ان شاء الله هتلاقي افكار كتير هتعجبك. واتمنى كده ان انت تقولي لي رأيك في الكومنتات وتنفذيها، وتقولي لي ايه اكتر فكرة عجبتك في الافكار اللي انا منفذها لشهر رمضان. نرجع بقى للفكرة بتاعتنا. انا هنا كنت بتني الاطراف اللي احنا قلنا ان احنا نقصها علشان ما يكونش فيه زيادات او بروز للستيكر لما باجي اتني او اغلف الهلال او المجسم اللي انا بشكله عندي. طبعا الطريقة دي متبعة في اي حاجة انت هتغلي فيها ليكون ليها ثنايات. طبعا يفضل ان انت تقصيها 1 سنتي كده بحيث ان انت ما يكونش الشكل النهائي عندك مش مرتب، بالعكس هنا الشكل هيكون مرتب بامر الله، وده كان شكلها في النهايه. طبعا الجهه اللي في الخلف دي احنا كنا قاصين في بدايه الفيديو الشكل اللي هو الستيكر باللون الازرق والاحمر. انا حبيت كده ان يكون المجسم ده اخد شكلين بحيث ان انت تعملي تغيير، يعني هيبقى ديكورين في ديكور واحد. استخدمت هنا علبة تونة نظفتها كويس، واستخدمت كده الفل وحشيتها بيه، ودي هتكون عندنا القاعدة اللي هنركب فيها الهلال. طبعا هنا انا استخدمت الفبر بحيث ان انا اقدر ان انا اثبت فيه كويس الكرتون، وحبيت بقى ان انا اغطي المجسم او اغطي مجسم القاعدة دوت. حبيت هنا ان انا استخدم الحبل الابيض، ممكن تستخدمي الفوم، ممكن تستخدمي طبعا الستيكر وتغلي فيها كلها، بس هنا انا حبيت ان انا استخدم القطعة دي من الحبل. ممكن تستخدمي طبعا الخيط المكرمية، انا استخدمت اللون الابيض بحيث يبقى ماشي مع الهلال بالستيكر الاحمر، وطبعا يبقى ماشي مع الستيكر البيج، يبقى لايق على الجهتين. بغلف كل القاعدة بالحبل اللي عندي وبلزقه كويس بمسدس الشمع. لو عندك هنا الكرتون اللي انت مستخدماه في الشكل بتاع الهلال او المجسم اللي انت هتنفذيه، لو الكرتون ده ضعيف ومش قوي ممكن ان انت تدعميه قبل ما تعملي الستيكر، قبل خطوة التغليف يعني بالستيكر، ممكن ان انت تدعميه بعود شيش طاووق او عصيان الايس كريم او عصيان الخافض اللسان. ممكن ان انت تلزقيها الاول وتكوني مسايباه كده يعني قطعة من الاسفل، بحيث ان انت تقدري تدخليها او تثبتيها في الفوم اللي انت او الفايبر اللي انت هتكوني حاشية بيه العلبة اللي هنعمل بيها القاعدة. طبعا ده بيكون خطوة كويسة برضو بحيث ان انت يبقى عندك المجسم ثابت.
انا كنت كده غلفت المجسم بتاع القاعدة كله بالكامل بالحبل الابيض. هنا الشكل النهائي، بس انا حبيت برضو ان انا اوريكم قبل ما احط القطعتين اللي انا هزودهم. انا هنا استخدمت الهلال والنجوم دي اللي بتكون مضيئة وبتتلزق في غرف الاطفال، اخدتهم كده عملت بيهم شكل النجوم والهلال، وحبيت كده ان انا اخد منه عين الاستيكر وقصتهم كده على كرتون علشان تبقى عندي القطعة مدعمة، يعني خليتها قوية شوية. وبدأت كده ان انا اثبت الهلال والنجمة على الجهة الامامية لكل وجه، وحبيت ان انا اعمل برضو نفس المنظر على الناحية التانية. التزيين هنا بيرجع لكل واحدة وحسب ذوقها وحسب الخامات اللي موجودة عندها ومتوفرة عندها، وانا دايما بحب ان انا استخدم ابسط الخامات اللي موجودة عندي، ما بحبش الشغل يكون مكلف. فكرة النهاردة تصلح ان انت تعمليها مشروع صغير من البيت، خاماتها مش مكلفة. وهنا انا لفيت عليها سلك ليد كده وبدأت كده ان انا انورها، وده كان شكلها. بصراحة الصور ظلموها كتير يا بنات، الشكل على الطبيعة احلى بكتير، وطبعا ادتني ديكور جميل قوي وممكن ان انتي تغيري فيه على الوجهتين. اتمنى تكون افكاري عجبتكم، واتمنى فكرة النهاردة تكون سهلة وتقدروا تنفذوها، وياريت دايما كده اكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الفكرة ان انت تضغطي لايك وتشتركي بالقناة لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس على علامة الكل بدل من مخصصة. كل عام وانتم الى الله اقرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.